المركب الرياضي حسين أيت أحمد. هذا هو عرين أسد جرجرة، الملعب الذي سيصبح معقل شبيبة القبائل، فلا يليق بصاحب الألقاب الوطنية والقارية إلا ملعب بحجم وجمال ملعب حسين أيت أحمد. التحفة الرياضية والصرح الكروي بأبعاد عالمية. يتربع على مساحة تفوق 58 هكتارا، ويحتل موقعا استراتيجيا بمحاذاة الطريق الوطني رقم 12. المشروع عرف توقفا في الأشغال لأكثر من سنتين، الأمر الذي دفع بالسلطات العليا في البلاد إلى اتخاذ قرارات صارمة باستدراك التأخر والانتهاء من المشروع في أقرب الآجال. وما إن تم تحويل المشروع إلى قطاع السكن والعمران والمدينة، حتى انطلقت آلة التشييد بتحديد الأولويات والاعتماد على نخبة من المهندسين الجزائريين وفق منهجية جديدة كانت ثمرة لما اكتسبه القطاع من خبرة. الملعب الرئيسي يتربع على 5 هكتارات وبسعة 50,000 مقعد. يتكون الملعب الرئيسي أو ملعب كرة القدم من طابقين سفليين، طابق أرضي وأربعة طوابق علوية. أما السفلية فبها أرضية الميدان المعشوشبة طبيعيا والمنجزة بتقنية غازون إبريد أير فيبر، والتي تتم صيانتها بأحدث التقنيات كالمعالجة الضوئية. منطقة الفيفا تحتوي على 4 غرف لتغيير الملابس مطابقة لمعايير المنظمات الرياضية سواء القارية أو الدولية. كما تم تخصيص إقامة خاصة للاعبين بسعة 60 سريرة ومطعم ومركز لتسليم الشارات، ناهيك عن جناح خاص للإدارة، قاعة للمؤتمرات تستوعب 142 مقعد مجهزة بمختلف تقنيات الإضاءة والصوت، بالإضافة إلى قاعة للمراقبة بنظام الفيديو موصولة بشبكة الكاميرات الداخلية والخارجية البالغ عددها 485 كاميرا. كما تم تزويد الملعب بشبكة من كاميرات البث موزعة على مستوى نقاط محددة من الملعب تضمن تغطية شاملة للمباريات صوتا وصورة، بالإضافة إلى تجهيز غرفة خاصة بتقنية فار بمجموعة من الشاشات وأجهزة الاتصال قصد تسهيل عمل الحكام ووضعهم في أحسن الظروف، وهذا على مقربة من محطة النقل التلفزي. ملعب مغطى بسقف مساحته 34,000 متر مربع، يعزلك عن العالم الخارجي ويسمح لك بعيش أجواء استثنائية داخل الميدان أو في المدرجات. سقف بانورامي فريد من نوعه يحتوي على 4 عوازل من السواعق، كما أنه مزود ب312 رشاشا يعمل على غسله. انسيابية هذا السقف وشساعته تمكن المشجعين من متابعة المقابلات في أريحية تامة. قاعة الرئاسية بطاقة استيعاب تقدر ب60 مقعد، 4,584 مقعدا خاصا بكبار الشخصيات، 285 مقعدا خاصا بالإعلاميين، 45,234 مقعدا خاصا بالجماهير، 270 مكانا مخصصا لذوي الهمم. الطابقان الأول والثاني مخصصان للجمهور، كما أنهما يحتويان على فضاء تقني للصحافة وكذا 3 وحدات طبية. أما الطابق الثالث فهو عبارة عن طابق تقني ونقطة رئيسية لكل الشبكات الحيوية. الطابق الرابع والأخير يعتبر المركز العصبي لتسيير كل العمليات على مستوى الملعب، فهو يحتوي على مركز التحكم مجهز بنظام ذكي يسهر على تسيير الشاشتين العملاقتين للملعب، اللوحات الإشهارية، الإنارة الداخلية، إضاءة الواجهة الخارجية وكذا تشغيل المكبرات الصوتية المتواجدة على مستوى الجانب الداخلي للسقف.
ملعب التدريبات. مزود بأرضية معشوشبة طبيعياً من شأنها توفير أحسن الظروف لتحضير مختلف الفرق الرياضية، كما تم تجهيز ملعب التدريبات بغرفتين لتغيير الملابس مع جميع ملحقاتها. ملعب ألعاب القوى. بسعة 6500 مقعد، يعتبر ملعب ألعاب القوى من أحدث الملاعب المخصصة في المنطقة، مزود بمضمار خاص بألعاب القوى مكون من 10 أروقة ومطابق لمعايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بالإضافة إلى 4 غرف لتغيير الملابس. حظيرة السيارات. بمساحة تقدر بستة هكتارات وبطاقة استيعاب تقدر بثلاثة آلاف وثمانمائة مركبة، كما يحتوي الملعب الرئيسي على موقف للسيارات يتسع لثلاثمائة وثمان وعشرين مركبة، متواجد على مستوى الطابق الثاني تحت أرضي مخصص لكبار الشخصيات وكذا عتاد القنوات التلفزيونية. المحيط الخارجي. يحتوي ملعب تيزي وزو على عدد من المساحات الخضراء تتربع على مساحة إجمالية تقدر بثلاثة عشر هكتارا. كما يتميز ملعب تيزي وزو بإضاءة خارجية تنير جميع الملعب بألوان مختلفة، استلزمت وضع 710 مصباح لاد في تجربة تعد الأولى من نوعها، بالإضافة إلى إضاءة تمتد على طول الطرقات المؤدية للمركب الرياضي، وهو ما أضفى رونقا وجمالا خاصا للمنطقة بصفة عامة ومرافق المركب بصفة خاصة. هذا وقد تم إنجاز مهبط خاص بالطائرات المروحية، وهذا لتمكين مصالح الحماية المدنية من التدخل الفوري. من أجلك عشنا يا هي أشهر قليلة كانت كافية بفضل التوجيهات الحكيمة والقرارات الصائبة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حتى أصبح ملعب تيزي وزو جاهزاً لاحتضان كبرى المنافسات المحلية والقارية، وهو الذي يعد مكسباً لأبناء المنطقة عامة ونادي شبيبة القبائل بصفة خاصة. وتحية الجزائر.